تنبيه مهم جدا. ليس لنا أن نطلق الأحكام على الأشخاص، فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال، هذا ليس لنا. لا يمكن أننا نحكم على الأشخاص، أنا أقول هذا مبتدع، هذا ضال، لا، هذا ليس لي، هذا لكبار العلماء للقضاة الشرعيين. نحن الآن وظيفتنا أننا نتعلم، نحذر ونحذر. لا يمكن أن أكفر أحد من المسلمين إلا بالرجوع لكبار العلماء. ولا يمكن أن أشك في كفر كافر من الكافرين، يهود ونصارى مجوس، لا أشك في كفرهم. لا أشك في كفر اليهود والنصارى. إذن نحذر من إطلاق الأحكام على المسلمين. أما الكافر هو كافر، لا أشك في كفره، يهودي، نصراني، مجوسي. نعم.